رمزيان هي مغنية جزائرية وكاتبة أغاني ومحامية وناشطة، ولدت في مدينة مغنية ولاية لمسان شمال غرب الجزائر. مولودها سنة 1988، عمرها هو 31 سنة. نشأت في مدينة الشهداء، والدها هو أحمد حميدة مزيان الذي كان أستاذا جامعيا لعلوم الطبيعة والحياة، وقد توفي وهو شاب بسبب مرض قلبي عندما كانت في عمرها 8 سنوات. بدأت في ممارسة الموسيقى والمسرح والكشافة. سجلت ألبومها الأول لأغاني الأطفال في سن 14، وفي عام 2007 أثناء دراستها الحقوق بجامعة لمسان دخلت في برنامج لمواهب ألحان وشباب. كانت متواجدة في نهائيات بعد إصدار ألبومين مع بعض الأغاني التي تنتقد النظام. حاولت في 2016 إنتاج فيلم روائي طويل كتبت فيه السيناريو والموسيقى التصويرية للفيلم، لكنها لم تكن قادرة على الحصول على التمويل لهذا المشروع، فقررت أن تخصص نفسها لوظيفة المحاماة. ومع ذلك رفضت الحكومة الجزائرية وبدون أي مبرر إصدار شهادة ممارسة المحاماة لها. في عام 2015 انتقلت إلى جمهورية تشيكيا، حيث وجدت البيئة المناسبة لتطوير مسيرتها الأردنية في شهر أكتوبر في عام 2019. تم تصنيف رجامزيان كواحدة من 100 امرأة مؤثرة في العالم التي عرضت على إذاعة بي بي سي البريطانية. وفي عام 2019 ظهرت رجامزيان بأغنيتها أرو السام، حيث لاقت أغنيتها عن الحراك الشعبي في الجزائر نجاحا كبيرا، حيث صرحت رجامزيان أنها لم تغني هذه الأغنية بمناسبة الحراك، بل لأنها لكي تشارك في الحراك لأنها لا تستطيع العودة إلى بلدها.